السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. هذه احنا دلوقتي في المقابر زي ما احنا شايفين مكة والتفتيش من تحت، وادي النيل. طبعا المنظر من هنا جميل خالص، تحفة، والهواء ملوش حل. طبعا ده المعدية اللي نجي فيها من ناحية الشرق، زي ما احنا شايفين الذهبيات. طبعا ايام الشغل كانت الذهبيات دي كلها ايه مشغولة. هذه جزيرة الفانتين زي ما احنا شايفين، اللي موجود عليها فندق اوبر ويل اللي هو حاليا تبع موزمبيق، وهذا المبنى الجديد للموزمبيق. كل ده على جزيرة فيلا اللي احنا الفانتين اللي احنا هنشوفها بكرة. ودي طبعا الجزيرة الثانية الملاصقة ليها اللي مليانة اشجار دي اللي احنا شايفينها، اللي هي جزيرة كوكونات ايلاند اللي هي جزيرة النباتات. دلوقتي نطلع على بقية المقابر الثانية، هنروح نشوف سارم بوت الثاني وميخو وسبني. طبعا في مقابر كتير زي ما احنا شايفين دمرت او غير مكتملة، وطبعا ده احتمال سور بطلوب اللبن، احتمال يكون ايام في الفترة الاسلامي او في الفترة المسيحية لما كانت الأماكن دي زي حصون على النيل. طبعا هنا واضحة جزيرة الفانتين وجزيرة النباتات، مقابر كتير. ناخد دي الأول. لا سارنبوت، سارنبوت لدي مقفولة دي. معلش عشان في مقابر هنا كتير، في المقفول وفي المفتوح زي ما احنا شايفين اهو. الباسة الاسبانية من حوالي سنتين لقوا في المنطقة دي تابوت خشبي كان فيه مومية مدفونة، وطبعا المقبرة هنا مقفولة لسه عليها شغل، ورقم 32 طبعا برضو لسه عليها شغل. كده احنا رايحين على مقبرة سارنبوت الثاني، وهو كان اخذ لقب ابن الملك في كوش. طبعا سارنبوت الثاني ده كان في الاسرة 12 دولة وسطى، وبعد كده في عهد الملك سونيسرت الثاني ومن محات الثاني. ألقابه كان أميرا ورفيقا وحيد للملك ورئيس لكهنة خنوم وساتت وقائد قوات بوابة الجنوب البلاد الجنوبية. يمكن يكون حفيد سارنبوت الثاني هو سابني وأمه ساتت ساتت حتب زي ما احنا قلنا، لأنه ذكر في مقبرته في مقبرة سارنبوت الأول ابن لي تدعى ساتت حتب. يمكن من المحتمل يكون سابني هو حفيد سارنبوت الثاني. المهم تخطيط المقبرة، صالة بترتكز على 6 أعمدة مربعة، وإلى اليمين مائدة قرابين جميلة تحمل اسم صاحب المقبرة طبعا معمولة من الجرانيت الوردي. وبعد كده هنلاقي ممر شبه مجبي فيه 6 تماثيل أزورية أو في الوضع الأزوري للمتوفى، ثم صالة بها 4 أعمدة عليها ألقاب المتوفي وصاحب المقبرة. بعد كده من المناظر اللي هي النادرة في المقبرة هنبص نلاقي تصوير دفن صاحب المقبرة. تصوير صاحب المقبرة يقدم يده اليسرى لتلقي القرابين من المائدة، وتصوير شكل الكرسي واللي من خلاله عرفنا ان احنا نأرخ المقبرة، ومنظر امه وهي جالسة، ومنظر لصاحب المقبرة مع بناته. يعني المناظر دي شبه اللي هي فترة العمارنة. طبعا ده مدخل المقبرة، وزي ما احنا شايفين المفروض كان في لوحة ارشادية هنا بس للأسف كسرت تقريبا. والرمال زي ما احنا شايفين طبعا بتيجي من الجبل في الناحية من فوق طبعا، وبتنزل هنا على المدخل للباب، فكذا مرة يتقفل الباب بسبب الرملة. وطبعا هنا المفتشين والعمال والحراس يضطر ان هم يشيلوا الرملة دي عشان يسمح بمرور الزائر. طبعا كل المقابر منحوتة في الصخر زي ما احنا قلنا، وزي ما احنا شايفين الصالة الأولى هذه 6 أعمدة، 3 يمين و3 شمال، آسف ذكرتهم 4 قبل كده،
هما ستة. طبعا أعمدة مربعة اللي بنقول عليها البلر طبعا، والسقف غير كامل وخالية من النقوش تماما. وحلاحظ اللي هي الطبقات اللي في الحجر الرملي ذات نفسه اللي هي واخدة زي طبقات أبيض أو أبيض مصفر وأحمر وأسمر، يعني طبقات جيولوجية في الحجر ذات نفسه، فلذلك الحجر مش بالجودة اللي هي. المهم الصالة الأولى عليها ستة أمدان، طبعا سقفها بيرتكز على الستة أمدان دولة. ومن أجمل ما بيميزها هبص ألاقي مائدة القرابين اللي هنبص نلاقي عليها ألقاب وأسماء سارنبوت. هبص ألاقي طبعا هنا العيش، وهنا الأواني اللي بيصبوا فيها اللي هي المشروبات، وهذه الشكل الدائري ده اللي هو الخبز، وبعد كده مطعمة أو عليها ألقاب سارنبوت. لو بصينا كده هنبص نلاقي ادي ألقابه، وادي اسمه سارنبوت إر إن ساتت حتت أهو، ادي ساتت حتت اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي ذكرى في المقبرة بتاعت سارنبوت الأول، دي اللي هي مائدة القرابين. بعد كده هنخش على سبع درجات اللي هي بتؤدي الى الممر المجبي، وهنشوف الرسومات بتاعته. طبعا الممر ذات نفسه او الكوريدور ده مجبي، وبعد كده واخد طبقة ملاط بيضة، الارضية بتاعته بيضة، وبعد كده ابتدى يرسم عليه اللي هو ايه، يدي خلفية تاني اللي هو ازرق سماوي، وبعد كده يبتدي يرسم ويلون ايه اللي هي الالقاب بتاعته زي ما احنا شايفين. طبعا جمال النقوش، وآدي أسماء وألقاب سارنبوت طبعا، بس كل هنا اللي هو ساتت وعنقت وخنوم اللي هم بتوع جزيرة الفنتين، وآدي هنا ابنه ورا منه، وآدي ابنه. لو اتبعنا النص هنوصل ألاقي الساعة اف ميري اف، قمح اف الذي ظاهره، ام غير الذي ظاهره، الى اخر النص اسمه حات عنقو مع خروج. حات عنقو مع خروج، حات عنقو صادق الصبر اللي هو ابن مين؟ ابن المطوف. طبعا هنا المفروض في ست تماثيل في الوضع الوزيري، طبعا لابس الرداءة الوزرية البيضة ملفوف فيها زي وزير بالظبط، والقابه منقوش عليه، وهنا طبعا الوش ضاير، يعني في ثلاث تماثيل ناحية يمين والناحية الشمال ثلاثة. طبعا غالبيتهم زي ما احنا شايفين ايه مدمرين. يمكن ده اكتر واحد يعني ممكن يتشاف. طبعا الدقنة بتاعته هبص الاقيها مش دقنة أزورية، لا الدقنة العادية اللي هي مش معقوفة مستقيمة. طبعا في ترميم هنا في اربع عمدان اللي احنا قلنا عليهم، اربع عمدان بيلر برضو بيحملوا سقف الصالة دي. وهبص الاقي القاب سارنبوت، وادي الرسومات بتاعته في الاربع اعمدة. هنا طبعا في عظام حيوانات لجيوها وعظام لبني ادمين، لجيوها طبعا في المقبرة ولجوار المقبرة. الباس الاسبانية حافظها في زي مخزن او زي غرفة صغيرة في المقبرة. طبعا هنا نيجي للباب الوهمي او الباب السحري اللي فيه النيشة ده، تمام. وحبص الاقي المنظر الجميل خالص اللي هو، حبص الاقي الخرطوش بتاع الملك اللي هو نيبوكاو را اللي هو من النحات الثاني. وحموضي هنا إماخي خير خنو نب قبح، تمام، اللي هو المبجل امام خنوم سيد الشلال، قبحه حر ابو في الفنتين، حر ابونا حر ابو اللي هو موجود في جزيرة الفنتين. ومنظر طبعا ايه الفيل رمز اقليم الفنتين. هنا من الحاجات المضحكة الاقي ان المتوفى بيستلم القرابين من ابنه عن طريق ايده اليمين، وهنا هبص الاقي امه في منظر برضو من المناظر النادرة. هبص الاقي مكتوبة ايه
مود اف مرد اف نتر حم ان حت حور او حت حوت حر ساتت حت بت مع تخرو اللي هي امه ومحبوبته. هذا النص امه ومحبوبته كاهنه كاهنه حتحور وساتت حت بت وكاهنه حتحور ساتت حت بت. تمام. وهذه منظرها هي موجوده اهو قدام مائدتيه قرنين. وهنا طبعا مناظر برضو لأحد أبنائه. وهنا طبعا مناظر غير مكتملة. وهنا الشبكة بتاعت المش أو اللي هي الشبكة بتاعت الخطوط الأفقية والطولية اللي كان بيتحدد بها مقاسات الرسم. هي واضحة جدا. وفي الناحية الثانية خلص ألاقي برضو زوجته وادي صاحب المقبرة سارنبوت الثاني وابنه. طبعا النيشة دي الألوان بتاعتها جميلة خالص. وطبعا هنا ألقاب المتوفى في الحصيرة اللي بتزين سقف المقبرة. كده خلاص سارنبوت الثاني. نخش بقى على مين؟ نطلع على 105 عشان طبعا الشعور لا يوصف في المقبره من الابجاء التبجيل والاحترام لصاحب المقبره والموقع بتاع المقبره ذات نفسه. طبعا هننتقل بعد كده للمقبرتين مكتملتين يعني مكملين لبعضيهم اللي هي بتاعت ميخو وسابني. ودول ليهم قصة جميلة خالص. ميخو وسابني دول كانوا هبص الاقي ايه هبص الاقي او لما اتكلم على اصحاب المقابر دي. ميخو هو امير من الاسرة السادسة ابان عهد الملك بيب الثاني. وبعد كده فقد في احدى الرحلات الاستكشافية الخطيرة لافريقيا الاستوائية. وربما لهذا السبب المقبرة غير كاملة. من القابه اللي هو المسجل الملكي والرفيق الوحيد والكاهن الشعائري بيرتكز سقف المقبرة على 18 عمود اسطواني الشكل. على يمين المقبرة مناظر لميخو وهو بيستعرض الحرف والاعمال اليومية من حرث وزراعة. بعد كده مقبرة سابني هبص لقيها ان هي عبارة عن امتداد لمقبرة ابوه. ترتكز على 14 عمود مربع وطبعا فيها مناظر الصيد حيث يمثل الصيد بالنسبة له اللي هو المغزى الديني هو كيفية التغلب على الارواح الشريرة في العالم الاخر. في نظرية حديثة بتقول ان اسمه مش سابني لا اسمه ني ساب ني ساب. فطبعا زي ما احنا عارفين في علم الاثار نظريات كتير وممكن اسماء بتتجري او بيختلف قراءتها من فترة لاخرى او على حسب النصوص الموجودة فيها. طبعا هنا لو دققنا شوية هنبص نلاقي اللي هو على نفس الحزة ده في الغرب هلاقي دير سانت سان سيمون او دير الانبا سمعان. وبعد كده هلاقي زي ما انا شايف بس احتمال عشان الكاميرا وعشان الاضاءة اللي هي مقبرة الاغاخان. وادي جزيرة النباتات وادي جزيرة فيلة والكاتدرائية ومنظر عام لأسوان كلها طبعا يبين روعة المكان اللي احنا فيه والمقابر اللي اختاروا ان هي تكون في التبة دي. طبعا اول حاجة بالنسبة للمقبرة المزدوجة اللي انا هشوفها دلوقتي هلاحظ ان المقابر دي كلها كل واحدة وخصوصا الجماعة دول عشان كانوا حكام جزيرة إليفانتين فكل واحد على حسب البوزيشن بتاعه كان بيعمل ايه. اول حاجة للأسف النص مدمر. دي مقبرة سابني المقبرة اللي قدامنا دي سابني. طبعا للأسف زي ما احنا شايفين النصوص اللي المفروض تكون على الباب اللي بيسجل فيها الحملات طبعا واخدة رقم 26 وهنا المفروض النص اللي هو بيذكر ان هو جاب ابوه من افريقيا الاستوائية بس للأسف طبعا النص ايه ممسوح او غير موجود تماما.
هلاحظ في مسلتين كانوا موجودين في المدخل، ادي واحدة على يمين المدخل والتانية للأسف مكسورة، وادي السلم اللي كان بيجي فيه الموكب الجنزي والتابوت بتاعه من تحت زي السلم الاولاني اللي احنا شفناه في الفيديو الاولاني اهو الدرج، وادي السلم بحيث يجي من جزيرة الفانتين هناك المتوفي في الموكب بتاعه ويطلع بالتابوت بتاعه لحد ما يخش المقبرة بتاعته عن طريق الباب. طبعا المقبرتين دول عشان ميخ وسابني دول اب وابن، الاب كان اسمه ميخو والابن اسمه سابني، تمام. طبعا هلاقي حفر كتير احتمال يكون دفنات فيما بعد. هلاحظ قبل ما نخش المقبرة على السلم ذات نفسه هبص الاقي برضو السلم التاني اللي هو خاص بمقبرة ميخو جاي من تحت عشان الموكب الجنزي بتاعه، هبص الاقي ادي صورة او رسمة ليه هو واحد الكهنة بيحرق البخور قدام منه، تمام. بس للأسف طبعا عشان دولة قديمة ودولة وسطى فالنقوش بتاعتها تعبانة. وادي باب المقبرة طبعا المفروض بتسجل فيها اللي هي اعماله، طبعا ما فيش حاجة من النصوص دي موجودة. هلاحظ وجود المسلتين اللي هم بيزينوا المدخل زي ما بيزينوا معبد لوكسور والكرنك، المسلات طبعا رمز الاله رع، وهنا اللوحة الارشادية اللي بتبين لي المقبرة وبتبين لي ان هي المقبرتين على بعض اهو خلطين على بعض ميخو وسابني. لما اخش جوه هلاحظ من الحاجات برضو الغريبة ان انا الاقي مائدة قرابين مرتكزة على ثلاث ركائز او ثلاث اعمدة زي دول، بعد كده في نيش جوه. هلاحظ الاساطين اللي هي بتحمل السقف بتاع مقبرة ميخو 18 اسطون عندي، طبعا عشان دولة قديمة. هبص الاقي ايه في بعض السجلات موجودة على الاعمدة من مناظر صيد، بس للأسف طبعا ايه زي ما احنا شايفين شبه متاكلة او شبه تعبانة. هنا المهم القصة المهمة او اهم ما بيميز المقبرة دي، هبص الاقي المناظر دي بتاعة صاحب المقبرة اللي هو ميخو، تمام. وهذه ايه اسماء والقابه اهو، حات بيتي، تمام، ختم سمر وات سمير الملك اللي هو الوحيد، المهم القابه كلها، وبيستند على عصايه. في بعض الاراء بتقترح عشان هو ماسك العصايه اللي هي بنقول عليها السخم، زي السخم دي عصايه بيمسكها النبلاء او الاشراف والملوك، دي المفروض اللي بيعمل بيها ايه بيراعي بيها الاعمال او بتدل على النوبلتي او ان هو نبيل او ان هو ليه مركز في البلد. في عصايه ثانيه مرتكز عليها تحت مرتكز عليها دي، في اراء بتقول ان هو كان عاجز او رجله مكسوره، ورغم ان هو رجله مكسوره كان برضه بيباشر الاعمال بتاعته اللي هي في اعمال مثلا زي ما احنا شايفين ذبح وبعد كده مناظر الحرث والزراعه زي ما احنا شايفين المناظر، طبعا مناظر المحرات، وده بيقوم ببذر او ينصر البذور في الحقل. طبعا للاسف ما فيش سجلات كتيره. وادي مناظر الحمير، طبعا سابني لما راح الرحله بتاعت افريقيا عشان يجيب الجثمان بتاع ابوه اخذ 100 حمار، دي طبعا مناظر الصيد، وطلع في الحملات بتاعته عشان يجيب جثه ابوه، لان جثه ابوه كانت مهمه خالص عشان يحفظها. لو حفظ جثه ابوه عشان ليه؟ عشان يحفظ له حياه الابديه اللي كان بيطلع لها كل مصري قديم. في المقبره ذات نفسها في حلاقي في كذا اللي بنقول عليها الباب الوهمي، او في ناس بتقول عليها الباب الوهمي، بس هي انا بقول عليها الباب السحري. هبص الاقي ايه الفيونرال فورمولا او النصوص الجنازيه اللي هي حتب دونيسو عطيه وقدمها الملك الى انوبس الذي يعتلي خيماته الى اوزير، طبعا هنا اوزيرس و اوزيرس وانوبس اللي هم اصحاب الجبانه او اصحاب اللي هي جبانه الغرب وعالم الموتى. طبعا المتوفى صاحب المقبره بيقدم مقربين دي واحدى ابنائه تقريبا، وادي شايفين في الزي اللي هو زي الكاهن، دي واحده من
النيش. طبعا في حفر كتير، حفر دي احتمال تكون هي دفنات لعائلته يعني زوجته وابناته. ادي نيشة تاني، وزي ما احنا شايفين في وضويت اهو. المهم كلها ايه مشابهة لبعضيها، اللي هي البيبان الوهمية دي. كده احنا المفروض ايه كده فصلنا، ادي كده الاسطوانية دي، الاعمدة الاسطوانية اللي هم 18 اسطون دول اللي هي بتاعت ميخو. كده دخلنا في ال 14 اللي هم مربعين دول البيلرز اللي هي بتاعت مين؟ سابني او ني ساب. طبعا للأسف كل النقوش اللي عليها مش موجودة ما عدا المكان ده اللي هو فيه المنظر الجميل ده لسابني او ني ساب، وهو بيصطاد الطيور بالبومرينج اللي هي العصايه المعقوفه، ومعاه زوجته. وادي هنشوف من خلال النقوش حمت اف زوجته اللي بتشم اللوتس، وهو ماسك مجموعه من الطيور اللي اصطادها. وادي اسمه سابني، وادي شكله، وطبعا حاطط العصبه اللي هي بيلم بيها شعره تمام، والزي بتاعه زي ما احنا عارفين في الدوله القديمه او في الدوله الوسطى الكلت بتاعه. هبص الاقي بين رجليه في منظر موجود عندي بالنص بيقول ايه صاد اف تمام، ميريت اف اللي هي ايه بنته على ايه على المركب. في المركب الثانيه او في المنظر الثاني المتداخل مع ده هو نفس الرسومات، بس معاه هنا مين؟ معاه هنا منظر اللي هو صيد السمك بالهربون، وحلاقي سمك البلطي اهو، رسمه لسمكتين بلطي كبار. وهنا مناظر الطيور اللي هي موجوده في احراش البردي. ده طبعا من اجمل ما بيميز مقبره سامي اللي هي الجداريه دي اللي هو مناظر الصيد. وهنا زي ما احنا قلنا سابقا اللي هي مناظر الصيد بتدل او المغزى الديني بتاعها اللي هو الانتصار على الارواح الشريره في العالم الاخر وضمان حياه الخلود. طبعا في بعض الحاجات هنا كهنه بيقوموا بحرق البخور تقريبا، وطبعا المناظر غير موجوده. وده اهم جزء اللي هو الباب بتاعها اللي هو كان فاتح ناحيه الشرق بس حاليا مغلق، فبنخش عن طريق مقبره ابوه اللي هو ميخو. وهنا طبعا القاب مين؟ القاب اخونا سابني، هذه القابه حات بيتي ختمو سمر وعد غير سابني. المهم لقب كهنوتي والسمير الملك والالقاب اللي احنا عارفينه. وهذا المنظر بتاعه. كده هنفصل ان شاء الله عند المنظر الجميل ده لسابني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.